والله وضعيتنا يرثى لها، يعني وضعية تعبانة، ونرجو لفت الانتباه الحكومة المركزية والمحلية أنه نظر بعين الاعتبار للمخيمات في هذا الوضع بالنسبة للوضع الوباء اللي موجود داخل العراق، لأن أصبحت المعيشة صعبة وخاصة داخل المخيمات. بالنسبة للهجرة والمهجرين توزيعها جيد جدا، ولا ننسى أنه دعمهم ووقفهم في هذا الظرف اللي موجود وتواجدهم أثناء هذا الوضع اللي موجود وتوزيعاتهم جيدة جدا، ولكن عندنا متطلبات بسيطة أنه نطلب من أنه الحكومة المركزية ووزارة الهجرة أنه دعم الناس المتعففة وذو الاحتياجات الخاصة لكونهم بحاجة إلى المتابعة والدعم من قبلهم. ماكو كهرباء ولا مبردات، لاكو دواشق، لاكو بطانيات، ماكو كل شيء يعني، والباب مسدود، يظل مسدود الباب، واحد يروح يشتغل ماكو شغل، غير يطلع من الباب يروح يشتغل ماكو، مسدود الباب دوم. صار لنا فوق 5 سنين. والله من القديمة. نعم. ما عندنا بيوت. نعم. لا والله ما قدمنا، ماكو، ما حد ما جانا نقدم على تعويضات، ولا الحكومة جت علينا دعت بينا قالت ايش تريدون، ايش محتاجين، ماكو. بناء على توجيهات وزارة الهجرة والمهاجرين ومرور اليوم العالمي للنازحين، باشرت دائرة الهجرة والمهاجرين فرع نينوى بالتنسيق مع ممثلية الفرق التطوعية في محافظة نينوى بعملية ورشة تحت شعار النازحين أمانة في أعناقنا. اليوم في مخيم الحمام لدينا ورشة على 3 مراحل، المرحلة الأولى عملية توزيع المساعدات الإغاثية والسلات الصحية، المرحلة الثانية عملية توزيع البوشرات والمنشورات الصحية والتوعوية من قبل كوادر متخصصة لتوعية العوائل، المرحلة الثالثة هي عملية تحفير وتعقيم المخيمات، مخيم الحمام، لغرض خوفا من انتشار مرض الكورونا. الحمد لله كان لدينا عمل وتنسيق عالي من الأيام الأولى مع الحكومة المحلية والحكومة المركزية، وكذلك مع الجهات الصحية والقوات الأمنية في عملية كيفية تطبيق البرامج الصحة العالمية، مما آلت كانت نتائجنا. الحمد لله حتى الآن مخيمات النزوح في محافظة نينوى خالية من ورض الوباء الكورونا، والحمد لله والفضل لله. حقيقة منحة العودة كان لدينا إشكالية في عدم تخصيصها في الموازنة، مما اضطرت في صرفها من قبل مبلغ منحة الطوارئ، هي مبلغ قليل مقارنة بأعداد العوائل المشمولة في العائدة في عموم محافظات العراق. فقط في محافظة نينوى لدينا أكثر من 95 ألف عائلة مشمولة بمنحة العودة، لكن المبالغ قليلة جدا. حاليا احنا لدينا اتصال مباشر مع مكتبنا في سنجار، في الايام الاخيره اكثر من 300 عائله عادت الى، يعني طبعا هاي الفتره اكثر من شهرين، لكن على شكل وجبات، وقمنا الان بتوجيههم الى مكتبنا لغرض تسجيلهم ولغرض شمولهم بالمساعدات وامتيازات وزاره الهجره والمهاجرين. قامت ممثليه الفرق التطوعيه والناشطين بمناسبه يوم النزوح بالتعاون مع دائره الهجره والمهاجرين في محافظه نينوى بزياره مخيم حمام العليل والقيام بعده نشاطات في المخيم، توزيع المساعدات وتوزيع البوشرات وتوعيه النازحين في المخيم، وكذلك تعقيم المخيم بالكامل، وإقامة ورشة لتوعية المواطنين من مخاطر كورونا.